على بركة الله فليتوكل المؤمنون. واش الجراد واش المغاربة، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو مبروك علينا 100K في هاد لاشين هادي، اللي صراحة تحية لكم كاملين وتحية أي واحد اللي مابوني معنا، مرحبا بكم كاملين وتحية لأي واحد اللي بدا معنا من الأول كان كيتفرج في الأشهاد من البدايات وآمن به، مرحبا كاملين صراحة. الحمد لله، يعني وصلنا لهاد 100K هادي بدون الحيس، بدون دعم، بدون طلب، بدون حتى شي واحد انه دفعنا لقدام ولا بارطاجينا. الحمد لله برجولتنا، بالمعقول ديالنا، بالاحترام ديالنا، بالضحك ديالنا، وبالاستفاده ديالنا، وبزاف ديال الحوايج. انا الناس بغاونا وكاينين معنا والحمد لله، ولاش عندنا عائله ماشي غير راجاويه، اكثر من راجاويه من مختلف العالم، مختلف المغرب. صراحة كنفتخروا أننا كاع جماهير معنا هنا، يعني صعيب شي واحد يكون ينتمي شي فرقة أخرى وكتلقاه عزيز عليه أنت كراجاوي وكيتصنت لك، كيشوف الفرقة ديالك شنو فيها. يعني مرحبا بكل شيء، وجماهير الراجاوية خاصة يعني في القلب، والحمد لله أنني راجاوي وكنتمي الراجا. يعني شي حاجة زوينة اللي نقدر نفتقدها في الدنيا هي الراجا، وشنو عشنا مع الراجا. ملي كبرنا لقينا الراجا، رفينا اننا منكونو كنتاميو شي حاجه اخرى، ولكن الحمد لله الراجا هي اللي شي حاجه اكثر من الراجا. ما عرفت ما نطولوش عليكم، الحمد لله يعني مبروك علينا كاملين اننا وصلنا 100K. يعني صراحه كنتمنوا اننا نوصلوا المليون كا، يعني صراحه واحد النهار غتلقاو مليون كا، عقلوا على وديروا لها سكرين وغتقولوا الاشهب كاين. شوف غنهضروا على الميركاتو، شنو واقع في الميركاتو، شنو كاين في الميركاتو ديال بصح. الميركاتو ديال الراجا شاعل ديال بصح. بوريكا العرض اللي وصلت فيه الراجا هو 400 مليون، يعني السلام عليكم 400 مليون الحد الادنى. بوريكا عنده عرض سويسري، هو كراجاوي خصو يعرف واش غيمشي يلعب في سويسرا، انه يحترف وانه غيلعب كره وتيسر لي الامور ولا يجي الراجا ويكتب التاريخ. 400 مليون بوريكا، اش دار لكم اللي 400 مليون راه غتكون فيها شي 3 سنين، باش تكونوا متفقين راه ما فيهاش عامين 200 لام بزاف عليه، غتكون فيها شي 3 سنين. صراحه بوريكا الا بغى يجي الراجا مرحبا. كاين بعض الراجاويين كيقول لك وعلاش ما تمشيش عند الترجي وتشوف مع بن عياد وتسول الوضعيه ديالو وتجيبو واحد الثمن لي مناسب الراجا. حتى هي فكره، الا كان بن عياد باغي يلعب في الراجا، يعني الا كانت 400 تسوي الوضعيه ديال بن عياد احسن لينا من بوريكا. هذه من جهه تكون متفقين، حيت بن عياد جا نساجم مع الراجا وعطى بوريكا، راه عمرنا شفنا شي فرقه اللي بحال الراجا كتلعب كوره والضغط ديال الجمهور اللي بزاف. جا هي الفاس من هذا المنبر، اذا بوريكا خصنا راس حربه، وراس حربه ما فيش اللعب، خاصنا جوج راس حربه. كاين شي عرض ديال حسين الرحيمي وقيلا اعاره ولا ما نعرف، اذا نتمنوا يكون خير. المهم خاصنا جوج راس حربه، واحد المحلي وواحد العصبه، وبجوجهم يكون تنافسيه باش حتى توعد لك شي واحد نفسه. اذا راس حربه هضرنا عليه، غندوزو للجناح. الجناح صراحه حنا ما واقفينش عليه، من السنين الساكو او ساخو، وعندنا بوزوق نافاتي الزرهوني. اذا المعمورين بالنسبه ليا يعني يعاود المخو، شحال ليا المعموري جا الاكاديمي هو نازل التيره والشي اللي متفقين عليه عطاتو الراجا. شي كيقول لك 80 مليون، شي كيقول لك 120 مليون، حد هنايا ما نزيدوش. هذا هو العرض اللي عطات الراجا 3 سنين، لاعب اللي جاي من الدوزيام سيري، عمرو بان في التلفازه. اذا لك شي كواري كواري راسك، داخله فيه البنك المصري، البنك الاهلي المصري داخله فيه. طاش فيه عرض، ما عرفتش انا كيفاش وصل لهذا البنك الاهلي المصري، عرفتش راه انسان خصو يلعب في الدوري المغربي والاول كيعرف فيه، ما يمشيش شي بلاصه اللي بعيده عليك. دخلت فيه حسنيت اكادير، وحسنيت اكادير هاد العام ما سمعتش انها دارت شي صفقه. وجمهور ديال اكادير غلقونا، واش درتو شي صفقه هاد العام؟ كاين منع، كاين منع ديال بصح ديال اكادير. يعني ما عرفتش انا بالنسبه لي اكادير ما داخلاش في الصفقه، وهي ما دارت حتى شي صفقه هاد العام.
اذا خصها تحيد المنع ديالها باش انها تجيب مشي دباش. اذا المعموره بعيد كانت داخله في مراكش، مراكش راه عندها مشاكل، مراكش راه شحال من لاعب برازيلي دابا. اذا مراكش ما قاداش تسول وضعيه من اللاعبين اللي معاه دابا، حنا عارفين كلشي الا مراكش. هما ملي جاو بغاو يسينيو الكونطرا مع الراجا قال لي انا البنك الاهلي المصري عطاونا بزاف هادي من هنا، واش عطاهم جايه شي 100 ولا 120 اللي عطاهم الراجا داخله في شي 100 السنين ولا 100 100 ولا 80 السنين هادي داخله في الراجا. وصراحه تمام مناسب باش تكونوا متفقين، تمام مناسب لهاد اللعاب. صراحه حنا عندنا الايليات تمجي بيا صاخو بعدي زرهوني عندي نفاتي عندي بوزوق والسلام عليكم. ميليو تيران عندي عامر فيديريكو بودا فردوسي بوغرين كين كامارا عامرة يعني زيزي تم الفسخ العقد ديالو والتراضي الحمد لله انا تفكينا من هاد اللعاب بدون مشاكل واللي تيجي من هنا المستقبل شي حاجه زوينه. هيرفي جاي، هيرفي جاي اللي صراحه بعض الجماهير الرجاوي قنعوا بعض لا، صراحه انا شخصيا نعطي الراي ديالي، سمحوا لي نعطي الراي ديالي عافاكم تقلقوا ما والو، هيرفي جاي ما خدامش الراجا غيلعب بلاص فردوسي، واش غادي يلعب في بلاص فيديريكو، واش غيلعب في بلاص بودا؟ ما يمكنش، راه كامارا احسن منه. اذا هيرفي جاي من الاحسن يخرج، الا جاب شي عرض يبي يخرج بتراضي، شي عرض 50 مليون 60 مليون يعرضوا للسوق البلاصه غياخذوا، راه يخدم الزمامره وتوارقه السوالم والله تيخدم لهم بالفور. دابا المشكل اللي كاين هما الفراقيد المغرب على الساق اللي عندهم شي دباش عندهم المنع، حتى غارقين المنع الفراقي والله حتى غارقين. بالنسبه للمفاوضات ديال بن رحمه ما كاينش شي حاجه رسميه، وبن رحمه بالنسبه لي 32 سنه ما عنده ما يجي يدير في الراجا. انا بن رحمه كاش كنحتاجو فاش كان عنده 28 سنه كان كيطير في الجيش، مرحبا قلب شي ليا وجهك دور شي سير الله يسهل عليك مشيتي للقديسيه. بالنسبه لي 32 سنه كبير، شكون غيلعب بلاص فردوسي بلاص فيديريكو بلاص بودا بلاص من غيلعب بن رحمه؟ وهادي احسن صانع العاب في المغرب اللهم بارك، وزيد في ذلك اللي هو بوغرين، ولا ما كانش بوغرين كيدخل نافاجي. اذا اخويا بالنسبه لي ميليو تيران العلامه كامله، لا ايليات لا ميليو تيران. عندي المشكل الخاص هو في الدفاع، ليعقوبي متردد انه يجي يلعب في الدوري المغربي، حيت ليعقوبي دخلوا معاه حاليا قال لك باغي شي 300 ولا 400 شي 360 حتى 400 اللي باغي، شي كيقول لك 420 شي كيقول لك 360 الراجع طاش فيه شي 220 هادشي اللي كاين. بالنسبه لي الراجع حتى 300 مزيانه، 300 اللي يعقوبي مزيانه، حيت 28 سنه حيت لسالا معاك اول حاجه خصك تعرف كيفاش تفكر، غيلعب معاك عامين 30 سنه ما يمكنش تبيعو، غتبيع لاعب هادو 30 سنه غيمشي ليبر. اذا خاصك ملي تبغي تتعاقد مع هاد اللاعبين خاص على الاقل ما تفوش 300 250، وحاليا الى وصلنا مع 300 غير حنا واصله لينا القنب هنا حيت ما عندناش مدافعين، اما كون كان راه ما نفوتوش فيه 200 اخو دا ولا سير. بالنسبه ليعقوبي هو لاعب كبير كابيتان، مي انا اللاعب اللي نعطي فيه 300 هو لاعب عنده 25 سنه، الى ما عامين يجيب لي اوفر نبيعو ونربح فيه استفدت منو. شنو تسير كيفاش داير خصكم تعرفوا كيفاش تفهموا هادي من جهه، من جهه اخرى كاين سعود قلت لي البارح مسعود نسميه مسعود السي مسعود ديال طنجه شي حاجه رسميه ما عرفتش، مي لاعب فسخ العقد ديالو مع طنجه، أنا جاد ليتيج يعني قدروا يتعاقدوا معي قدروا لا. كاين مسعود اللي هو سعود وكاين مارور ديال الجيش، مارور ديال الجيش ما كانش كيلعب بزاف، كيبقى الحل واش مارور ولا مسعود؟ يعني انا ما بغيتش نعطي الراي ديالي، انا مارور ما تفرجش فيه بزاف والسي مسعود ما تفرجش فيه بزاف شخصيا، خاص مدير ريادي اللي غادي يشوف واش خدام لنا مارور ولا مسعود. سي سعود ديال طنجة اللي هو مسعود امامو خصو ياخذ فرصه صراحه، حيت امامو خصو ياخذ فرصه. علاش ياخذ فرصه؟ اللي غتجيب مدافع واعر امامو غيبقى بونتوش بحالو بحال العراسي، ياخذ فرصه وانت كتقلب على مدافعين اللهم خلي امامو. امامو راه شي 5 سنين وما ترجي
تاري جيرمي يمكنش تخلي شي لعاب ما هيكون رابع عصبة رابع حلقة خاكي يختلق أعذار أنه بغي يأخذ فرصة دياله من حقه. يعني المدرب يشوفه مش خدام لينا ولا ما خدامش لينا. يعني هاد اللاعبين بغاش يطيفهم الرأي ديال. يعني هاد الشي اللي كاين على الميركاتو ديال بصح باقي خاصنا جوج رأس حربة وجوج مدافعين. ربعات الصفقات إلا بقى عمامو يبقى خاصنا مدافع واحد. 3 صفقات. إذن يا أخي جوج رأس حربة ومدافع وبقى لينا والو. والمنع الدولي ديال 800 مليون قريب يترفع والإدارة مشكورين. يعني ما بقاوش نتعاقدهم نزيدو نعاونو مشكورين. والجمع العام العادي ديال انتخاب رئيس غادي يكون في 12 شهر 9. إذا كنتمناو من المنخرطين اللي عندنا الثقة كاملة فيهم أنهم يكونوا رجال وعرفوا أنهم يقادوا مكتب مسير. واش هذا مكتب مسير هو النيت ولا شي مكتب مسير آخر؟ مبغيناش نعاودو نفس الحكاية. إذا هاد الساعة الأمور طيبة ميركاتو غادي زوين دراجة. كنتمناو أنه نزيدو حاليا الصفقات اللي غيكونوا يكونوا المستوى. غير هو قبل ما نساليو الاخوان الوداديين كيفاش موكوينا درتو معايا ربع الديربي؟ فهمتش؟ مش الرئيس ديالكم تصدق؟ مش الرئيس ديالكم جاي همو يا الراجا؟ كيفاش خصك تربح ليا الراجا؟ وقال لي سي موكوينا ربح ليا الراجا. سيبقى حلم منهم اللي منهم غيبقى حلم ديال الهم. هادشي اللي كان على الميركاتو اللي نتمنوا خير. مبلبل اخويا مبلبل عندكم ميركاتو داكشي ديال البدراوي والهيت كتسمعها خريج برشلونه خريج ديجون لوافر كورينتيانز هادي طن ترمن وكان شي واحد اللي ديجا حال المشاكل ديالو مع المحمديه ومخلاش غارقه مرحبا المحمديه راه عندها منع حتى المحمديه ما قديش يتسير فهمني غادي تسير فرقه كبيره راه باينه غتغرق عليك خصوصا ما داوش علقه ولا ما دارتش معاهم الكره وانت بدلتي التركيبه 100%. وهادشي اللي كاين ديما راجع هاد الميساج غير بغيت نوصلو باش تفيقوا واحد شويه وما تبقاوش فرحانين. الداس علينا قبل منكم.